السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حضرتك مهتم بمجال الكهرباء والتحكم يا ريت تشترك معايا في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو ده، واضغط على زر الجرس واضغط على الكل عشان توصلك كل الفيديوهات من القناة. ده الفيديو الثالث في موضوع الفرملة الكهربية. الناس اللي ما اتفرجتش على الفيديوهين اللي قبل كده مهم جدا لازم تتفرج عليهم علشان فيهم تمهيد مهم جدا عشان تفهم الموضوع معانا بالكامل ان شاء الله. اتفرج على الفيديوهين من الرابط اللي هيظهر قدامك دلوقتي. ده النوع الثالث من الفرملة الكهربائية يا جماعة، بنسميه ريفرس كارنت بريكنج او الفرملة بالتيار المعاكس او عكس الحركة. هنعمل فرملة كهربائية للموتور بعكس حركة الموتور. الفكرة كلها زي ما باين قدامنا في دايرة الباور، هنعمل دايرة عكس حركة عادية خالص. KM1 ده اللي مستخدمينه علشان نحرك او ندور المحرك في الاتجاه الامامي، في الاتجاه اللي احنا عايزينه. وهنيجي عند لحظة معينة واحنا بنضغط على الستوب هنفصل الكونتاكتور KM1 ده، وهنبدأ نشغل كونتاكتور KM2 علشان نعكس حركة المحرك لفترة زمنية معينة بحيث ان احنا نوقف المحرك بشكل لحظي او في اقل زمن ممكن. وطبعا اللي بيحكم الموضوع ده دايرة الكنترول اللي هنرسمها كمان شوية، واللي بتتحكم لي في تشغيل KM1 والKM2. تابع معايا الفيديو للنهاية، في معلومات مفيدة جدا ما تفوتهاش. طيب دايرة الباور زي ما واضح قدامنا هي دايرة عكس حركة عادية. KM1 لتشغيل المحرك في الاتجاه الامامي. طبعا عشان اشغل المحرك بتاعي في الاتجاه الامامي هوصل L1 ب اليو بتاع المحرك، وL2 ب الفي، وL3 ب الدبليو. وده واضح قدامنا يا جماعة ان KM1 وهو شغال هيوصل لي L1 باليو زي ما واضح قدامنا كده، وL2 بالفي، وL3 بالدبليو. طيب في لحظة ما افصل KM1 واشغل KM2، KM2 هيعكس لي حركة المحرك، وبالتالي لازم اعكس فازة للمحرك. طيب هنيجي بقى نشوف كده KM2 لما يشتغل، ابص الاقي ان L1 وصلت بمين يا جماعة؟ باليو عالي خالص اهوت، والL2 زي ما واضح قدامنا نمشي معاها كده هتوصل بالدبليو، والL3 هتوصل ب نمشي معاها كده بالفي. يبقى انا عكست زي ما واضح قدامك كده L2 بالفي فوق في الاتجاه الامامي، لا L2 في الاتجاه العكسي توصل بالدبليو، والL3 زي ما واضح قدامك في الاتجاه الامامي توصل بالدبليو، لا في الاتجاه العكسي هتلاقي L3 وصل بالفي عن طريق الكونتاكتور KM2. طيب دي بالنسبه لدايره الباور. مهم جدا قبل ما ننقل لدايره الكنترول نخلي بالنا من ملحوظتين مهمين جدا. الملحوظه الاولانيه ان KM1 وKM2 ما ينفعوش يشتغلوا مع بعض في نفس الوقت، عشان كده هنعمل ما يسمى بالالكتريكال انترلوك او الانترلوك الكهربي علشان ما ينفعش الاثنين يشتغلوا في نفس الوقت، وطبعا ده هيبان معانا في دايره الكنترول. النقطه الثانيه والمهمه جدا ان حضرتك لما هنفصل KM1 مطلوب ان احنا نشغل KM2 علشان نعمل فرملة للمحرك الكهربي بعكس الحركة او التيار المعاكس، يبقى KM2 ده ما ينفعش يشتغل باستمرار والا هيعكس حركة المحرك باستمرار، لا احنا عايزينه لزمن معين وبعدين يفصل علشان نفصل كهرباء عن المحرك عشان يوقف لحظيا او في اقل زمن ممكن. وبالتالي في دائرة الكنترول هيبان معانا الطريقة اللي هنستخدمها علشان نفصل الكهرباء عن KM2 يا جماعة، وبالتالي نفصل الكهرباء عن المحرك ونوقفه بشكل لحظي او في اقل زمن ممكن. طيب هنفصل الكهرباء عن KM2 علشان ما يكملش المحرك دورانه في الاتجاه العكسي ازاي؟ ممكن نعملها بطريقتين. الطريقة الاولانية اما نستخدم التايمر ان احنا نظبط زمن معين للمحرك بحيث ان KM2 يشتغل فترة زمنية معينة وبعدين يفصل، ودي الطريقة صعبة جدا في تنفيذها لانك مش هتعرف تظبط الزمن اللي انت هتوقف عنده المحرك بالظبط، ودي الطريقة صعبة. الطريقة التانية واللي سهلة جدا
بنستخدم ما يسمى بمفتاح الفرملة. بمفتاح الفرملة، وده مفتاح مشابه تماما يا جماعة لمفتاح الطرد المركزي. مفتاح الطرد المركزي اللي احنا بنستخدمه في محركات الواحد فاز، لما نيجي نفصل ملفات البدء ومكثف البدء بعد ما نوصل بسرعة المحرك ل 75%، هو تيبيكال المفتاح بتاع الطرد المركزي. ومفتاح الفرامل ده او مفتاح الطرد المركزي زي ما واضح قدامكم يا جماعة بالظبط كده، بيركب على الاكس بتاع الموتور، ولما الموتور توصل سرعته لسرعة معينة بيبدأ نقاط التلامس بتاع المفتاح ده بتبدأ تتغير. احنا هنستخدم الفكرة دي علشان نفصل الكهرباء عن الكي ام 2، هو تيبيكال مفتاح الطرد المركزي، ولكن بيسمى في الفرملة الكهربائية يا جماعة بمفتاح الفرملة، وبالانجلش بيسموه الزيرو سبيد سويتش او البلاجنج سويتش او البريكنج سويتش. تابع معايا علشان تفهم دايرة الكنترول اللي هي بتستخدم في تشغيل المحرك وايقافه بشكل لحظي. طيب دي دايرة الكنترول اللي هتتحكم لنا في الاثنين كونتاكتور الكي ام 1 والكي ام 2. هنعمل ستارت وستوب للمحرك علشان نشوف المحرك ده هيحصل له فرملة كهربية في اقل زمن ممكن ازاي بالكونتاكتور كي ام 2 عن طريق عكس الحركة يا جماعة. زي ما واضح قدامنا دلوقتي ده مفتاح الفرملة، واخدين النقطة المفتوحة من مفتاح الفرملة اللي هو راكب على اكس الموتور، واللي قلنا ان هو هيغير النقاط بتاعته عند سرعة معينة للمحرك عشان نستخدمه في ايقاف الاتجاه المعاكس ان هو ما يدورش باستمرار، وهنفهم الفكرة دلوقتي من خلال طريقة العمل. طيب في النقطة الثانية اللي هي الانترلوك، قلنا الانترلوك ما ينفعش الاثنين كونتاكتور دول يشتغلوا في نفس الوقت، فلازم نعمل انترلوك. هناخد النقطة المقفولة من الكي ام 2 هنوصله بالتوالي مع الكي ام 1، والنقطة المقفولة من كي ام 1 هنوصلها بالتوالي مع الكي ام 2 بحيث ان هما ما يشتغلوش في نفس الوقت. طيب نيجي نشوف المسار كده بتاع دايرة الكنترول ونشغل ونشوف الدايرة دي هتشتغل ازاي. طبعا ده الطرف الحي وده الطرف النيوترال او الطرف الميت، ده طبعا السيركت بريكر اللي هو قاطع الحماية لدايرة الكنترول. هندخل بيه لأول ما نشغله هنلاقي النقطة ديت مقفولة اللي هي نقطة الأوفرلود حماية للمحرك، وبعد كده هندخل على مفتاح الستوب اللي هو مقفول طبيعيا، ومفتاح الستارت لسه مفتوح ومفيش حاجة دلوقتي شغالة، الكهرباء واصلة لحد النقطة ديت، طبعا المفتاح ده مفتوح والكهرباء واصلة لحد نقطة الستارت ولسه ما اديناش اجراء الستارت او التشغيل. طيب هنيجي نشوف الدايره دي شغاله ازاي علشان نفهم هي بتشغل المحرك ازاي وبتوقفه بشكل لحظي او في اقل زمن ممكن. طيب هنيجي نضغط على الستارت ده كده، وبما ان المسار ده كله مغلق قدام الكويل بتاع الكونتاكتور الكي ام 1، التيار هيبدا يمر في الكويل وبالتالي نقاط التلامس بتاعته هتبدا تتغير. اول حاجه النقطة ديت هتبدأ تفتح وبالتالي المسار ده مازال مفتوح زي ما احنا شايفين كده، والتلات نقاط الرئيسية اللي في دائرة الباور هيقفلوا وبالتالي المحرك بتاعنا هيدور في الاتجاه الأمامي. خلي بالك بقى من النقطة دي، بما إن مفتاح الفرملة ده راكب على أكس المحرك والمحرك دور معايا وبدأ يشتغل في الاتجاه الأمامي، أول ما سرعة المحرك توصل لسرعة أعلى من سرعة مفتاح الفرملة، خلي بالك من الكلام ده، اعلى من سرعه مفتاح الفرمله، نقاط التلامس بتاع مفتاح الفرمله هتبدا تغير الوضع بتاعها من الوضع المفتوح للوضع المغلق، والعكس لو في نقاط تانيه، يبقى نقاط تلامس مفتاح الفرمله هتبدا تتغير. انا واخد النقطه المفتوحه هتبدا تغير وضعها لنقطه مقفوله، وبالتالي النقطتين دول هيقفلوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده يا جماعه، لاول ما السرعه توصل لكام؟ لسرعه اعلى من سرعه مفتاح الفرمله، وشغالين عادي خالص في الاتجاه الامامي ومفيش مشكله، يبقى النقطه دي اتقفلت معانا. خلي بالك النقطه دي مفتوحه دلوقتي والنقطه دي مقفوله عند سرعه اعلى من سرعه مفتاح الفرمله. طيب اول ما نيجي نضغط بقى على مفتاح الستوب ايه اللي هيحصل؟ المسار ده هيتفتح وبالتالي الكي ام 1 الكهرباء هتفصل عنه. اول حاجه هتحصل ان النقطه المساعده المقفوله من الكي ام 1 هتبدا ترجع لطبيعتها تاني ان هي مقفوله طبيعيا بالشكل اللي احنا شايفينه كده، وبما ان المفتاح
ولسه لاحظين احنا لسه فاصلين الكهرباء عن المحرك، المفتاح ده لسه موصل يا جماعه. فالكي ام 2 المسار بتاعه دلوقتي بقى مقفول، وبالتالي هيمر التيار في مين؟ في الكي ام 2. فهتتعكس حركه المحرك. نتيجه عكس الحركه ديت الطاقه اللي انا بطبقها دلوقتي على المحرك طاقه معاكسه للدوران المحرك في الاتجاه الامامي، انا بدوره في الاتجاه العكسي. معناها ان سرعه المحرك هتبدا تقل بشكل كبير جدا عشان توصل للصفر. وهي بتقل يا جماعه، اول ما السرعه تقل عن سرعه مفتاح الفرمله هتلاقي ان المفتاح ده راح فاتح، وبالتالي قطع الكهرباء عن مين؟ عن الكونتاكتور كي ام 2، وهيفصل الكهرباء عن المحرك تماما، والمحرك هيقف بشكل لحظي. خلي بالك من الفكره دي. يا رب يكون الفكره بتاع مفتاح الفرمله واستخدامه لايقاف المحرك بعد عكس حركته بشكل لحظي تكون وصلت للناس كلها. ما تنساش الاعجاب ومشاركه الفيديو، ولو ليك اي تعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.